والله العظيم أنا رسالة للشباب، والله يا شباب اسمعوا، دارين التوفيق والسداد والنجاح، والله العظيم عند الحجة القاعدة في البيت اسمع الكلام ده. قال العلماء: البر للأم والأب، لكن لا بد أن يكون لبر أمك شيء أفضل أكثر من برك لأبيك، لأن الله عز وجل قال: ووصينا الإنسان بوالديه الاثنين. طوالي بعد قال شنو؟ حملته أمه شنو؟ أنا نعلم جاب لك الأم، لأنه الأب قوي عنده قوة، ما في مشكلة، بتحمل شوية مشاعره جاف، وما زي الأم. الأم دمعتها وين يا إخوان؟ يا أهزة، أقل حاجة بتنزل إنسانة رقيقة حساسة، فنسأل الله أن نتكلم عنها. لكن توعدوني كلكم تجوني وجربتوا البر وقدمتوا البر، ويزول يا إخواننا الأسبوع القدام ندى يشوف أمك تشتاق لي شنو، عندها أكلة معينة بتحبها، عليك الله يمشي يشتريها ويشيلها وديها لها، عندها حاجة أمك بتحبها لو فلسان اللي عندك دي بس ما بتندب، شوف لك حاجة اشتريها وجيبها لها.